انا اسمي دكتوره ياسمين سعد، استاذ الجهاز الهضمي والكبد، كليه الطب جامعه القاهره. النهارده ممكن نتكلم على مرض من الامراض المنتشره جدا بالنسبه للوقت الحالي، وهو الفاتي ليفر او النون الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز او الكبد الدهني. المرض ده كان بدا الابحاث تتكلم عليها من فتره طويله قوي، لكن للاسف ما كانش واخد الاويرنس الكافي بين سواء كان المجتمع الطبي او حتى بين المرضى، وده اللي كان مجرد بيقولوا شويه دهون على الكبد ما فيش منها اي اضرار، سواء كان على مستوى المرضى او حتى الدكتورز ما كانش الريسيرش ابتدى يتكلم على الكومبليكيشنز اند الاند ريزلت اوف ذيس ديزيز. لكن ريسنتلي في اخر 5 سنين بدا ياخد الابر هاند، سبيشالي بعد ما الفيروس سي بدا يبقى ايراديكيتد بفضل الحمله القايمين بيها يعني لجنة الموجهة بتاعة فيروس سي، وده خلى المجتمع دلوقتي بقى وير جدا بفيروس سي، وكل الناس بتدي تعمل التحاليل خصوصا مع المبادرة بتاعة سيادة الرئيس. وبعد كده هو بدأ أمور العلاج، بدأ يطلع الفاتي ليفر أو الكبد الدهني يبتدي يظهر بين الناس، لأن هو actually التريتمنت of فاتي ليفر هو مش مجرد كبسولة بتتاخد، لأ ده lifestyle modification، عبارة عن إحنا بنغير من أسلوب حياة العيانين. وبالتالي فيمكن الدكاترة الصغيرين لازم يبقوا عارفين إن اللايف ستايل موديفيكيشن والدراجز الجديدة اللي طالعة في الفاتي ليفر لازم نحطها في الاعتبار. السيكولي أوف فاتي ليفر اللي هي كان إند إن ذا سيم ريزلتس زي بالظبط الهيباتيتس سي من ليفر سيل فيلير ويز إتس كومبليكيشن إيفن الهيباتوسيلولار كارسينوما أو سرطان الكبد حتى without liver fibrosis. وبالتالي فاحنا لازم نبقى أوير سواء كان على مستوى المرضى أو على مستوى الدكاترة. فعلا لسه ما نزلتش في الجايد لاينز إن احنا نعمل سكريننج لمرضى الفاتي ليفر فور اتش سي سي، لكن ده نقدر نعملها on individual base according to the comorbidities of the patients. أكتر حاجة لازم نخلي بالنا فيها في المرضى دول إن معظمهم لازم يبقى فيه predisposing factors what's called metabolic syndrome اللي هو عبارة عن central obesity, dyslipidemia, especially triglycerides, diabetes mellitus and hypertension. ودولا once ان هما اجتمعوا مع بعض الميتابوليك سندروم بيبتدي يظهر ويبتدي الفاتي ليفر will be او يبتدي يظهر في صورة فاتي ليفر مجرد infiltration of fat of hepatocytes او على مستوى الستياتوهيباتيتس اند فايبروزس. مجرد بس ان احنا نعمل لايف ستايل موديفيكيشن زي الريدكشن اوف ويت، تريتمنت اوف دايابيتس، تريتمنت اوف هايبرتنشن، مجرد بس نتكلم معاهم ونقول لهم وات تايب اوف نيوتريشن شود هاف، ريجولار اكسرسايز، فيزيكال اكتيفيتي، الامور دي كلها بتتحسن، وده فعلا جايب هيجيب نتيجه كويسه في الاند ريزلتس.